السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، معكم أنت أحمد. وصلنا للتمرين 10 في المضلعات. قال لك إذا كانت الزوايا الخارجة للشكل الخماسي هي على الترتيب 2 سين و3 سين وثلاثة سين وثلاثة سين وأربعة سين، احسب قيمة سين. ممتاز، أعطيك زوايا خارجة، أعطيك زوايا خارجة كذا زاوية، واحدة اثنين ثلاثة أربعة خمسة، خمسة شكل خماسي. قال لك احسب قيمة سين. أما هو القانون اللي فيه هلبة زوايا خارجة، اللي هو مجموع قياسات الزوايا الخارجة. هذه زاوية خارجة واحدة وهذه زاوية خارجة واحدة، هي واحدة وهذه واحدة، لكن احنا عندنا هلبة مجموعة، عندي واحدة اثنين ثلاثة أربعة خمسة، عندي خمس، معناها بنستعمل القانون هذا، مجموع قياسات الزاوية الخارجة تساوي 360. إذا مجموع، وشرحنا علاش يساوي 360، مجموع قياسات الزوايا الخارجة تساوي 360. نجمعهم باش يطلع قيمة سين. إذا مجموعهم شنو تساوي؟ 2 سين زائد 3 سين زائد 3 سين زائد 3 سين زائد 4 سين، شنو يساوي؟ يساوي 360، يعني شكل خماسي، 1 2 3 4 5، معناها ماشي صح. انا اذا نجمعهم الزوايا هادو باش نطلع شنو؟ باش نطلع قيمة سين. 2 سين زائد 3 سين 5 سين، 5 سين زائد 3 سين 8 سين، 8 سين زائد 3 سين 11 سين، 11 سين زائد 4 سين 15 سين، تساوي 360. نقسمه على 15 للطرفين، إذا قيمة سين شن تساوي؟ 360 تقسيم 15 تساوي 24، إذا قيمة سين تساوي 24 درجة. باهي، وهذه هي إجابة السؤال. ننتقل للسؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده سؤال 11 شكل مسدس، اوكي، يعني سؤال اعتقد مش حيجيك في الامتحان، لان فيه رسم، ما رسم ما اعتقدش يجي. باهي، السؤال اللي بعده 12، قال لك كل زاوية من الزوايا الداخلة في مضلع منتظم تساوي 156، كم عدد أضلاع هذا المضلع؟ كويس، قال لك كل زاوية من زوايا الداخلة في مضلع منتظم تساوي 156، يعني احنا نفس ما درنا في سؤال قبل هذا، بنجيبوا الزاوية الخارجة من القانون هذا، بعدين نطلعوا عدد الأضلاع. إذا الزاوية الداخلة اللي هو القانون هذا، الزاوية الداخلة زائد الخارجة تساوي 180. أعطيك كل زاوية 156، إذا 156 من الزوايا الداخلة 156 زائد الخارجة، خلينا نرمزوها برمز خاء، تساوي 180. نرفع 156 الطرف الآخر، إذا الخارجة شن تساوي؟ تساوي 180 ناقص 156 تساوي 24، إذا الزاوية الخارجة تساوي 24 درجة. طلعنا الزاوية الخارجة، بنجيبوا عدد الأضلاع اللي هو من القانون هذا. أول حاجة نجيبوا الزاوية الخارجة من القانون هذا كيف ما درنا توا، بعدين نجيبوا عدد الأضلاع من القانون هذا. إذا الزاوية الخارجة تساوي 360 على عدد الأضلاع، صح ولا لا؟ لنبوه، الزاوية الخارجة شنو تساوي؟ 24 تساوي 360 على عدد الأضلاع. نضربوا الطرفين في الوسطين، إذا 24 نون تساوي 360، نقسمه على 24 الطرفين، تطلع لنا قيمة عدد الأضلاع. عدد الأضلاع تساوي 360 تقسيم 24، 360 تقسيم 24 تساوي 15 ضلع. وهذه إجابة سؤال بسيط وسهل، جاوبنا زي فكرته بالضبط من بدري شوية في الفيديوهات السابقة. يعني أنا عندي بدري شوية لأن شرحت بدري شوية ففي الفيديوهات السابقة. كويس، نمشي السؤال اللي بعده، آخر سؤالين في هذا الباب. السؤال اللي بعده قال لك خمس
من الزوايا الداخلة لمسدس. ركزوا في كلمة مسدس باهي، تقول لكم شو معناها. قياسها على الترتيب 100 110 125 134 140. احسب قياس الزاوية الداخلة المتبقية. ممتاز. قال لك 5 من الزوايا الداخلة لمسدس. شو معناها مسدس؟ معناها شكل سداسي. ركزوا عليها، كلمة مسدس معناها شكل سداسي. أعطيك منهم 5، هذه 1 2 3 4 5. علاش ما نجمعوهمش كلهم ونطبقوا في القانون هذا؟ باهي، طبقوا في القانون هذا، يعني مباشر، سؤال مباشر. قال لك 5 من الزوايا الداخلة المسدس، معناها نجمع الخمسة هما معاهم السادسة ونجيبهم بالقانون هذا، يبي الزاوية الأخيرة المتبقية السادسة. إذا نحن شنو القانون يقول؟ مجموع قياسات الزوايا الداخلة للمسدس. مسدس شنو هو؟ شكل سداسي. إذا النون ناقص 2 في 180، تنعوض فيها النون بالستة. باهي، قال لك مجموع قياسات زوايا الداخلة للشكل تساوي نون ناقص 2 في 180. خلوها للشكل يعني. مجموع قياسات زوايا الداخل تساوي نون ناقص 2 في 180. كويس، عطيك هو شكل سداسي، معناها النون شنو تساوي؟ نعوضوا بها الستة. وعطيك 5 زوايا، 1 2 3 4 5. إذا شنو بنديرو؟ بنديرو 100 زائد 110، مجموعهم بنجمعوهم، زائد 110 زائد 125 زائد 134 زائد 140 زائد الزاوية السادسة، ونرمزوا لها برمز سين، نرمزوا برمز سين، هذه 1 2 3 4 5، ويبي الزاوية المتبقية، الزاوية الأخيرة، 1 2 3 4 5 6، لأنه هو شكل مسدس سداسي. إذا 1 2 3 4 5، وهذه المتبقية. شنو يساوي؟ مسدس عبارة عن قديش عدد الأضلاع؟ 6، 6 ناقص 2 في 180. نجمعوا الأعداد هادو، 100 زائد 110 زائد 125 زائد 134 زائد 140، تساوي قديش؟ والله ما نشبح فيها للحاسبة مدغج. 609 زائد سين يساوي 6 ناقص 2 4 4 في 180. أعتقد 720، 4 في 180، أعتقد 720 بالضبط. إذا 720 تساوي 609 زائد سين. نرفع 609 الطرف الآخر باش نجيبوا الزاوية المتبقية. إذا 720 ناقص 609، لأن المرفوع الطرف الآخر تمشي بإشارة سالبة، تساوي 111. إذا الزاوية المتبقية س تساوي 111 درجة. هذه هي إجابة السؤال. كويس، آخر سؤال عندنا في درس المضلعات، وأخيرا مازلنا بابين، مازال باب الإحصائيات وباب ال والله ما ندري، نسيت. المهم السؤال اللي بعده، والله راح اسمه بالضبط، السؤال الباب الاخير، حاجه تبدا بحرف الميم. المهم السؤال اللي بعده قال لك اذا كان مجموع قياسات الزوايا الداخله لمضلع يساوي 12 زاوية قائمة، أوجد عدد أضلاع هذا المضلع. كويس، فاحنا شين قال لك؟ قال لك إذا كان مجموع قياسات الزوايا الداخلة للمضلع يساوي 12 زاوية قائمة. كويس، خلي نكتب القانون. مجموع قياسات الزوايا الداخلة، قانون مجموع قياسات الزوايا الداخلة اللي هو هذا، مجموع
قياسات الزوايا الداخلة تساوي نون ناقص 2 في 180. كويس، هو قال لك مجموع قياسات زوايا الداخل اللي مضلع يساوي 12 زاوية قائمة، إذا مجموعها شو يساوي؟ 12 زاوية قائمة، زاوية قائمة شنو تساوي؟ 90 زاوية قائمة نعرفوها، الزاوية القائمة هي هذه، زاوية قائمة 90 نعرفوها احنا، صح ولا لا؟ يكون هذا هيك وهذا هيك، هذه الزاوية القائمة. إذا مجموع قياسات زوايا الداخلة قال لك المضلع 12 زاوية قائمة، إذا 12 في الزاوية القائمة شنو يساوي؟ هو يبي عدد الأضلاع، تساوي نون ناقص 2 في 180. نحسب بالآلة الحاسبة، إذا 12 في 90 تساوي 1000، 1080 يساوي نون ناقص 2 في 180. نقسم على 180 الطرفين، تمشي هذه مع هذه، إذا 1080 على 180 تساوي 6، 6 تساوي نون ناقص 2، نرفع الناقص 2 طرف الآخر، تغير إشارة السالب إلى موجب، إذا نون تساوي 6 زائد 2 8، 8 أضلاع. وهيك ختمنا هذا الباب، نتمنى تكونوا قد استفدتم معي في هذا الدرس، على أمل اللقاء بكم في الأبواب القادمة بعون الله تعالى. شكرا جزيلا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.